جرى تحت رعاية صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين إقامة محاضرة عن القدس ألقاها السيد خليل التفكجي الخبير والباحث الفلسطيني في جمعية الدراسات العربية والمتخصص في تفاصيل جغرافية مدينة القدس، والتي أقيمت بالكلية الملكية للقيادة والأركان والدفاع الوطني. وفي هذا الصدد أكد صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بأن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، كانت وما زالت تعتبر القضية الفلسطينية هي القضية المحورية، وأن دعم مملكة البحرين لهذه القضية يأتي من قناعتها الراسخة بحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق في بناء وطنه ونيل حقوقه المدنية المشروعة والعادلة في كافة المجالات، مشيرا معالي أن القضية الفلسطينية تعيش في وجدان شعب مملكة البحرين وفي وجدان كل عربي وكل نصير للحق والعدل. هذا السور اللي هو يحيط أو البلدة القديمة الذي أنشئ في عام 1532 بالفترة العثمانية، طبعا البلازا 130 دنم، البلازا أو المنطقة هذا كان يطلق على اسم حارة المغاربة، والتي دمرت بالكامل في بعد في 10/6/67، مسحوا المنطقة كاملة وحولت إلى ما يطلق عليه اسم حائط المبكى اللي هي حائط البراق الذي هي وقف إسلامي على فكرة. اليوم هذه هي المنطقة اللي بنشاهدها 30 دنم، والإجمالي كله هذا 130 دنم، هذا هو حارة اليهود الحالية. إذا هذه المنطقة اللي احنا بنسميها هذه هي منطقة البلازا اللي هي 3500 يهودي بيسكنها. هذا الحي المسيحي، الحي المسيحي مساحته 240 دنم، والحي الأرمني تقريبا 200 دنم، فالإجمالي كلياته في هذه المنطقة 867 دنم. المسيحي في أديرة، طبعا هنا هذه المنطقة اللي هي اللي فيها كنيسة القيامة، هذه المدينة اللي انتم شايفينها في مدينة تحت، مدينة تحت هذه المنطقة تنزل في الأنفاق وتسير في هذه المنطقة، تحت هذه المنطقة أنفاق. النفق هو ليست نفق، هو فتح نفق. في السابق عندما تهدم المدينة يبنوا فوق المدينة ويردمون ما تحت البيت الذي تحته، وبالتالي جاء الإسرائيلي وفرغ الأتربة وشكل ما نطلق على اسم الأنفاق. كان لي الشرف أن أدخل مع بعثة اليونسكو لهذه الأنفاق وبعثة تركية في هذه الأنفاق لمعرفة أين وصلت هذه الأنفاق، لكن حقيقة جزء منها نعرفه وجزء لا نعرفه. الآن النسب، السكان العرب كما ذكرت 335 ألف عربي في البلد القديم، وبالتالي الخطورة هون هذه المنطقة التي نريد أن نتكلم بها. هذه المنطقة نقوم فيها بعمل ترميم للمنازل من أجل إسكان السكان الفلسطينيين، على الأقل تحسين شروط السكن، لأن شروط السكن في هذه المنطقة غير صحية، فبالتالي أعمال ترميم تجري في هذه المنطقة في مؤسسات فلسطينية بدعم عربي وإسلامي، لكن لم يصل إلى المستوى المطلوب. يعني احنا نتكلم عن 30 مليون دولار، 30 مليون دولار بالنسبة للبلدة القديمة لا شيء، لأنه ترميم مكلف جدا في هذه المنطقة. الشيء الثاني في هذه المنطقة أنها تتعرض إلى أعمال تهويد وأسرلة بشديدة، يعني الإسرائيلي وضع ميزانية أن يشتري ليست بيتا بيتا، يشتري حجرا حجرا من أجل أن يسيطر على هذا الكيلومتر مربع. وحضر المحاضرة معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، وسعادة الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، وسعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان، وسعادة اللواء الركن الشيخ أحمد بن محمد الخليفة وكيل وزارة الدفاع، وسعادة السيد طه محمد عبد القادر سفير دولة فلسطين لدى مملكة البحرين، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.